عشر معلومات قد لا تعرفها عن الذهب. مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أولا، الكمية المستخرجة من الذهب فوق سطح الأرض تقدر بحوالي 201 ألف طن من الذهب حول العالم، وإذا تمت إذابته سيكون مكعبا طوله 22 مترا فقط في كل جانب. ثانيا، أكبر كتلة من الذهب تم العثور عليها حتى الآن كانت في أستراليا عام 1869 وتزن أكثر من 78 كيلوغرام، أطلق عليها اسم The Welcome Stranger. ثالثاً، يوجد 53 ألف طن فقط من الذهب في الاحتياطيات الجوفية المحددة، وهذا يدل على ندرة وجوده بالأرض، إذ يشكل نحو 4 أجزاء فقط في المليار من القشرة الأرضية. رابعاً، أكبر منجم ذهب في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج هو منجم مورونتو في أوزباكستان، إذ تقدر احتياطياته بأكثر من 150 مليون أوقية من الذهب، وإنتاج يفوق 2 مليون أوقية من الذهب سنوياً، ويبلغ طوله حوالي 3.3 كيلومتر بعرض 2.5 كيلومتر وعمق يصل لنحو 600 متر. لكن أعمق منجم ذهب بالعالم هو منجم موبونينغ في جنوب إفريقيا بعمق يزيد عن 4 كيلومترات. خامساً، 46% من الذهب المستخرج فوق سطح الأرض يتم الاحتفاظ به في شكل مجوهرات بحجم يتجاوز 93 ألف طن، و22% منه موجود في السبائك والعملات المعدنية وسبائك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بنحو 44 ألف طن، في حين تمثل حيازات الذهب لدى البنوك المركزية 17% من الذهب الموجود فوق سطح الأرض بحجم يتجاوز 34 ألف طن. سادساً، يستخدم الذهب في صناعات متنوعة تمثل أكثر من 29 ألف طن أو ما يقارب من 15% من إجمالي الذهب الموجود فوق سطح الأرض، وتوجد أبرزها في قطاع التكنولوجيا، فمثلاً هاتف آيفون يوجد به حوالي 0.034 جراماً من الذهب، ويدخل في بعض الاستخدامات الطبية، ويتواجد في جسم الإنسان بحوالي 0.2 ميلي جرام معظمه في الدم. سابعاً، الذهب كثيف جداً، فالقدم المكعب منه يزن 0.5 طن، ويمكن سحب أنصة واحدة من الذهب وتحويلها إلى سلك بطول 50 ميلاً، ما يعادل نحو 81 كيلومتر، أو طرقها لتحويلها إلى صفيحة تغطي مساحة تبلغ 100 قدم مربع. ثامناً، رمز الذهب الكيميائي AU مشتق من كلمة أورم اللاتينية وتعني الفجر المتألق، فالذهب لا يصدأ بمرور الوقت لعدم تفاعله مع العوامل الجوية أو الماء، وربما يكون هذا من أهم أسباب أسعاره المرتفعة. تاسعاً، الذهب ملاذ آمن قوي ضد الأزمات الاقتصادية، إذ حقق ارتفاعات بنحو 10% سنوياً في المتوسط منذ عام 1971، وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية بعام 2008 تخطى حاجز $1,000 لأول مرة في فبراير 2009، وتخطى حاجز $2,000 للمرة الأولى في تاريخه في يوليو 2020 لجاذبيته وسط أسعار الفائدة شديدة التدني والتحفيز المالي لحماية الاقتصادات المتضررة من الوباء العالمي. وأخيرا، للذهب 5 عيارات حسب درجة نقائه، فالذهب مرن جدا يضاف له خليط من المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك والفضة والنيكل ليكون أكثر صلابة ويسهل تشكيله بالصناعات المختلفة، لكن يعد عيار 24 أنقى عيارات الذهب بنقاء 99.9%، يليه عيار 22 بنقاء 91.67%، ثم عيار 18
بنقاء 75%، وعيار 14 بنقاء 58.3%، وعيار 10 بنقاء 41.7%.